تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسه الكتاب المقدس بطريقه متانيه. احنا في سياق دراستنا لانجيل متى، وصلنا الى اواخر اصحاح 5. النهارده عندنا اسئله كتيره. ما معنى او كيف نحققها عمليا؟ من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. نقسم ام لا نقسم؟ امور كثيره سنتحدث عنها في حلقتنا الحواريه، فاهلا بك ضيفا علينا. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. عرفنا أن متى 5 و6 و7 تشمل أطول موعظة وأشهر موعظة أهل المسيح. عرفنا أنها بتتقسم إلى 3 أقسام، أصحاح 5 بيكلمنا عن البر الحقيقي، وأصحاح 6 بيكلمنا عن العبادة الحقيقية، وأصحاح 7 عن الأحكام الحقيقية. وبعد ما قدم لنا المقدمة من عدد 1 لغاية عدد 16، يبدأ من عدد 17 أنه يكلمنا عن أهمية الناموس والأنبياء والمسيح لم يأتي لينقض. ثم بعد ذلك توسع في وصايا الناموس، أداها عمق وعلو وسمو، وبدأ بتطبيقات في أصحاح 6 في أصحاح 5 عندنا 6 من هذه التطبيقات. التطبيق الأول الغضب، لا تغضبوا، ده بالمقابلة مع الوصية بتاعة القتل في العهد القديم. أنا مش مطلوب مني أني ما أقتلش، لكن حتى الغضب والقتل في وصايا 10 هو الوصية نمرة 6، وراها على طول تيجي وصية لا تزني. وعشان كده المسيح بعد ما اتكلم عن سمعتم أنه قيل لا تقتل، قال سمعتم أنه قيل لا تزني. وبعد ما اتكلم عن الزنا مباشرة تكلم عن الطلاق، اللي فهمنا أنه قد يؤدي إلى الزنا. إذا كان الطلاق ليس لعلة الزنا فإنه يؤدي إلى الزنا. ممكن غلطة واحدة، طلاق واحد، يسبب 4 عايشين عيشة مستمرة في الزنا، هذا أمر في منتهى الخطورة. ينتقل إلى التطبيق الرابع اللي هو ماذا عن الأقسام، اللي هو الحلفان، يعني ماذا عن هذا الأمر. سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. يعني إذا أقسمت احرص أن يكون القسم عن شيء صحيح، يعني احرص أن لا تكذب. إذا صدرت في المسألة اسم الله، ونظرا لفساد القلب يعملوا إيه؟ طب أنا مش عايز أقول الصدق. فجابوا أقسام مختلفة، مش بالله، أنا مش هقسم بالله، لكن هقسم زي ما هنا بيقول برأسك، بشعرة واحدة، بأي حاجة. لو رحنا لإنجيل متى 23 هنلاقي المسيح يتوسع في هذا الأمر، وهو بيكلم مع الكتبة والفريسيين الأردياء والأشرار، فيقول لنا كده في عدد 16: ويل لكم أيها القادة العميان القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء. يعني ممكن تحلف بالهيكل وتكذب، فيش مشكلة.
لكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. يلتزم يا على الجهل. طب ما انت لما تحلف بالهيكل هو أهم ولا ذهب الهيكل؟ لا هم يهمهم الذهب والهيكل ده اللي رب يعني. أيها الجهال والعميان أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. يعني في أقسام من الآخر كده ممكن تقولها وتكذب، وفي أقسام إذا قلتها تلتزم، وعليك أن تتجنب الملزمة ديت، وإنك تشوف لك أي حاجة تدي لك مجال إنك تقولها وتكذب. ماذا يقول المسيح عن هذه التعليم المبطورة الناقصة المشوهة؟ يقول: أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. يعني إيه؟ يعني ليكن كلامكم صادقا سواء صدرتوا بحلفان أو لا تصدروا بحلفان، وفي الحالة ديت أنت لست ملزما أنك تقسم على الإطلاق. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. أمال يعني إزاي أكذب وإزاي ما أكذبش؟ الله بيكره الكذب تماما، ولا يريد أن أولاد الله زي ما بيقول لنا في أفسس 4 تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبي. أمثال 8 الحكمة بتتكلم وبتقول: حنكي يلهج بالصدق ومكرهت شفتي الكذب. والمسيح يقال عنه: الذي لم يفعل ظلما ولا وجد في فمه غش. الغش ده مش بتاع اللي يعرفه الله ولا اللي يعرفه المسيح. والحلفان ببساطة كان الواحد بيقول يعني أتحرم من الحاجة دي إذا ما كنتش صادق. أي فده الناس بتستعملها لحد النهاردة، اللي بيحلف بعينيه واللي بيحلف بصحته واللي بيحلف الحاجات دي. هو عايز يقول له: هو أنت تملك أي حاجة من دول؟ يعني أنت طب أنت ما تملكهاش أصلا، لا تقدر تجيبها ولا تقدر توديها. فينبغي أن تراعي الملكية، حق الملكية لمن كل هذه. وينبغي أن تكون صادقا في كل الأحوال. تعبير ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا برضو بيفكرني بالتعبير اللي تقال على المسيح في بطرس الأولى أصح 2: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. المكر إن أنا أقول حاجة وأقصد حاجة تانية، أو أقول نص الحقيقة، أو أعمل إن أنا مش واخد بالي، أو لما أتسأل سؤال أجاوب بطريقة تانية. المسيح أبدا ما عمل حاجة زي كده. يعني كان ممكن يهرب إنجاز التعبير يعني من المحاكمة أمام بيلاطس لو بس أنكر إن هو ملك، أو لكن هو لما سئل عن كونه ملك اعترف الاعتراف الحسن قدام بيلاطس البنطي بدون ما يحتاج إلى هنا إنه يقسم أو يستخدم القسم. يكمل الرب ويقول: لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. وأعتقد الجزء ده كان بيتكلم على النذور. الرب لم يمنع النذور، لم يجبر أحد على النذر في العهد القديم، لكن علم الشعب في العهد القديم، قال له إذا نذرت أنت توفي للرب اللي أنت قلت عليه. والكلام ده قلت لي مثلا في سفر التثنية صح 23 كرر أكتر من مرة. لكن في العهد الجديد بمجيء الرب يسوع المسيح أثبت أن الإنسان مش ما يقدرش ينذر وما يقدرش يقول حاجة ويلتزم بيها. مجيء المسيح وصليب المسيح أثبت فشل الإنسان وضعف الإنسان، لكن عمل حاجة جديدة لما جه المسيح وافتدانا. الإنسان بقى كله للرب، لأنكم لستم لأنفسكم، عالمين أنكم افتديتم. ومرة تاني يقول إننا اشترينا بثمن، فمجدوا الله في أن أرواحكم وأجسادكم التي هي لله. فأصبح المؤمن في العهد الجديد مش بيقول للرب إذا عملت معايا كده هعمل معاك كده، لا أنا بقيت كلي، بقيت ملك للرب. يعني ما زلت أنا معجب أشد الإعجاب بهذه العظة، وأعتقد إن مفيش عاقل مخلوق عنده ضمير حي يقرأ الكلمات الرائعة بتاعت عظة الجبل إلا ويعجب بها. وأنا أعرف شخصيا كثيرين قروا اتخدم بجمال هذه الموعظة، سمو تعلمها. يعني لما كلمنا عن الغضب مش ما تقتلش ما تغضبش، لما كلمنا عن الزنا مش ما تزنيش ما تشتهيش، لما كلمنا عن الطلاق إلا لعلة الزنا غير مسموح. وهنا بيتكلم عن حاجة في موازين البشر ما أتفهها، يقول لك هو الكلام عليه جمرج. يا عم ده دي كلمة قالها عند الله
ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشر. إيه السمو ده؟ إيه معنى إني لما أقول آه يعني آه، ولما أقول لأ يعني لأ، and that is it، خلصت، فيش كلام أضيفه على كده، قلت آه. ويا سلام لو كانت الناس عايشة فعلا بتعليم هذه العظة، ما فيش كذب. مع أن ماذا؟ ما هو الذي يحدث؟ ماذا قال داود في مزمور 116؟ أنا قلت في حيراتي كل إنسان كاذب. وماذا؟ وكيف اقتبسها بولس في العهد الجديد في روميا 3؟ ليكن الله صادق وكل إنسان كذب. يعني داود في حيرته قال ده كل البشر كذابين أتريهم، جه بولس قال لك أنت يعني دي ما هي كده، ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. دي جميل أن المؤمن لما بيتولد من الله ما يقدرش يكذب، ما يحبش يكذب، وشيء رائع، تعليم سامية. ولسه اللي جاي في تعليم هذه العظة أسمى وأسمى، شيء في منتهى السمو والرقي. وأنا أعتقد أن الناس اتعودت أنه بيظهر صفات المسيح في حياته، مش محتاج يحلف عشان يأكد حاجة، وتبقى دي يعني الماركة المسجلة أن هو لما بيقول حاجة مؤكد أن هو يصدق، ما فيش احتمال للكذب. قالوا لك كذاب احلف، ألقى لك الفرج. يعني هو إذا كان ناوي يكذب عنده مشكلة أنه يحلف. وفي الحقيقة إحنا بنتعامل مع ناس يحلف مليون مرة وإحنا وأنا عارف أنه كذاب، كل الكلام ده كذب وبيحلف عادي. ما أجمل أن المؤمن من غير ما يحلف وما يقولش غير الصدق. حبيبنا وسيدنا كان في كل مرة يتكلم كان يقول الحق الحق أقول صحيح. لكم صحيح. رسول بولس هو بيتكلم مرة يقول أقول الصدق في المسيح ولا أكذب. العالم اللي احنا موجودين فيه على موضوع في الشرير يرأسه الكذاب الكبير، وأولاده هم قال عنهم أبو كل كذاب، لكن احنا اتولدنا ولادة جديدة من الله الصادق، وينبغي أن نكون زيه. من فضلة القلب يتكلم الفم، القلب المغتسل بدم المسيح لا يتكلم إلا بالصدق. يختم الكتاب المقدس بتحذير من الكذب. أقرأ بس آيتين مجرد قراية في رؤية 21 ورؤية 22. رؤية 21 الآية 8 يقول وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون، يعني حاجات من الوزن الثقيل، والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وآخر القائمة وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتخذة بنار وكبريت. يعني لو كان الجميع القاتلين ما دول الأشرار قوي، بس جميع الكذبة، ما في كذب أبيض وكذب أسود وكذب رمادي وجميع الكذب. طب تعال بص بقى على أصحاح 22. يقول لنا كده في عدد 15، لأن خارجا الكلاب والسحرة والزنات والقتلة وعبدة الأوثان، والأخيرة غريبة شوية، وكل من يحب ويصنع كذبة. يعني في ناس بتصنع الكذب، ليه بيصنعوا الكذب؟ لأن في ناس بتحب الكذب. وكأن طالما يعني اللي بيشتغل في السوق بيشوف الناس هي بتحب إيه عشان يصنعها. يعني الناس تلاقي الصينيين والكوريين عندهم ناس في كل الدنيا، هو الناس عايزة إيه؟ هنا الشيطان عنده البروباجندا دي، هو الناس عايزة إيه؟ عايزة الكذب. طيب في ناس تصنع الكذب، طالما أنتوا عايزين كذب خدوا. أما أنا فلأني أتكلم الصدق فلستم تؤمنون. هذا ما قاله الصادق الكبير المسيح. المشكلة الكبيرة في الكذب هو أنه بيفترض أن الله مش موجود، أو بمعنى صح هو ده الفجور بعينه، لأن كلمة فجور معناها تصرف كأن الله مش موجود، ungodly. عايز يقول له كده زي الكذاب بيقول في باله ولا من شاف ولا من دري، وكأنه بطريقة أو بأخرى الله بيشوفها كأنه بيقول له ولا أنت كمان شايف ولا أنت دريان. اللي عارف أن الله شايفه، اللي عارف أن الرب هو واقف أمامه في كل وقت، يقدر يكون كلامه نعم نعم ولا لا، وهو واثق في الله اللي بيفحص ضميره. أضيف أنه ربما كان في العهد القديم في سبب للحلف، لأنه كان ده طريقة المعاملات التجارية، وأي نوع من أنواع الاتفاقات قبل ما تبرم بيبقى فيه طرق موثقة يوثقوا بيها الحاجات زي كده هون. لكن مع ظهور ما يثبت حقوق الآخرين زي التخم، زي الأوراق، زي الأوراقيات، إيه لزوم الحلف؟ مش إيه لزوم ليه؟
مزمور 51 داود يقول: ها قد سررت بالحق في الباطن، وأيضا ها قد سررت بالصدق في الظاهر. يعني الواحد في الظاهر صدق وفي الباطن حق. القسم والحلف. القسم هو استخدام شيء موثوق من وجوده وثباته كالله أو أي شيء من خليقته ليتثبت من خلاله كلام أو وعد أو لقطع عهد أو إنهاء خلاف. والقسم بالله كان يعني أن يقتص الله مني إن كنت كاذباً، بينما القسم بأشياء أخرى يعني أن أكون محروماً من هذه الأشياء إن كنت أكذب. والقسم معروف عند الشعوب السامية منذ القديم، وكان مسموحاً لليهودي أن يقسم باسم الله إن كان كلامه صادقاً وينهاه عن الحلف كاذباً. أما في العهد الجديد فنسمع قول الرب: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث، بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلفوا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. فالمطلوب من المسيحي أن يكون كلامه بصفة دائمة صادقاً وموثوقاً فيه، فلا يحتاج لاستعمال القسم، كما أنه ينبغي أن يتعامل مع اسم الله بحرص شديد، فهذا يعكس مدى احترامه لشخصه. وليس حسناً بالنسبة للمؤمن استخدام اسم الله لتحقيق أهداف شخصية في أن يبدو صادقاً. وحتى باقي الأشياء فقد أوضح الرب أننا لا نملك من أمرها شيئاً حتى نقسم بها. لذلك يعود الرسول يعقوب لتحذيرنا: ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. الجزء اللي قدامنا بيقول فيه الرب: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وهنا يعني بنوصل إلى أعلى المستويات الروحية الراقية السامية. إزاي ممكن المؤمن هيقدر أو التلميذ للمسيح يقدر يوصل إلى المستوى اللي فيه زي ما بيقول الرب بعد كده: أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. عايز أقول ملحوظتين. ملحوظة الأولانية أنه ده مستوى راقي عالي جدا ما يقدرش يعمله الناموس أو روح الناموس، ده ما يقدرش يعمله غير عندما المسيح يحيا فيه. الحاجة التانية، الآية دي أسيء فهمها كتير، العين بالعين والسن بالسن، وبيقولوا أدي العهد القديم بيعلم الناس تعمل كده، لكن لما نرجع للأماكن اللي ذكرت فيها العين بالعين والسن بالسن أو النفس بالنفس، أن هذه الكلمات لم تكتب لكي يتعامل الناس بعضهم مع بعض بيها، لكن دي موجودة في الشريعة عشان خاطر القضاء يتعاملوا بيها لكي يحكموا في القضايا، ينقذوا الضعيف من المفتري اللي عايز يبالغ في الافتراء. اسمحوا لي بس أقرأ آية واحدة من سفر الخروج أصحاح 21 وعدد 22. يقول الرب: إذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى
فسقط ولدها ولم تحصل أذية، يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاء، وإن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل إلى آخره. فهذه الشريعة وضعت للقضاء علشان خاطر يحموا الضعيف وعشان خاطر يوقفوا شر المفتري. الرب بعد كده في الجزء اللي اتقرى علينا بيقدم أربع مستويات راقية كيف يتعامل بها المسيح الحقيقي مع الآخرين، ولا سيما عندما يساء إليه. في تدبير الضمير لما ترك الإنسان لضميره وامتلأت الأرض ظلما وفسدت الأرض كلها، جه واحد مفتري اسمه لامك. ولامك عمل إيه في تكوين 4؟ قال لامك لامرأتيه، وده أول واحد أدخل مبدأ تعدد الزوجات وكان مفتري. قال لامك لامرأتيه عاد وصلى، اسمع قولي يا امرأتي لامك وأصغي إلى كلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي، يعني عورني قتلته، وفتى لشدخي، مجرد شدخ صغير قتلت فتى. إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، ده الرب قال كده لقايين. أنا بقى مش مستني ربنا، أما للامك فينتقم 77، يعني راجل مفتري. عشان كده نظرا لهذا الافتراء جاء الناموس، قال لك لا، لما يعني السن بسن، لكن واحد كسر لك سنه تم قطع رقبته؟ لا. فزي ما قال الأخ إيليا فعلا ده كان للقضاة وليس لتعاملي أنا. لكن هل بيعلمنا في العهد القديم أني أسامح اللي أخطأ فيا؟ بنقرأ حتى إن جاع عدوك في سفر الأمثال، إن جاع عدوك أطعمه. وهل حصلت؟ إليشع لما كانوا ناويين يقتلوا القوة الخاصة أولى ما لهم وليمة. فمبادئ السمو طبعا جت في العهد الجديد، جالنا المسيح بقى الذي علم الدنيا العطاء، علم الدنيا العطاء. كمان افتكر داود لما وقع في ايديه شاول اللي كان بيطارده وكان بيطلب اذيته، وكان في متناول يده ان هو يموته ويخلص ويخلص من المشكله دي، لكن مرتين يقول حاشا ان انا اتعامل معاك بنفس الطريقه اللي انت بتتعامل بيها معايا. ويوسف مع اخواته، ويوسف مع اخواته. ما اسمى تعاليم الكتاب المقدس في العهدين، وما أعظم النعمة التي ظهرت بظهور مخلصنا يسوع المسيح. الرب بيقدم بعد كده 4 مبادئ أو 4 وسائل أو أشكال إزاي يتعامل بهم المسيح في النعمة مع المسيئين إليه. المبدأ الأولاني بيقول بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. والمبدأ الثاني من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء. والثالث من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه 2. والرابع من سألك فاعطه. الأولاني بنشوف فيه الإساءة الغير متوقعة، لأنه مفروض أنه لو واحد بيضرب واحد بإيده اليمين فبيضربه على خده الشمال، لكن لما يلطموا على خده اليمين بتبقى حاجة غير متوقعة وحاجة كمان فيها الإهانة. لكن إزاي توصل بيه أنه الرب يقول له حول له الآخر؟ وده مش معناه الرب قصدها بيه حرفيا أن الواحد يعني يبقى ملطشة، لكن الرب بيدي زي بالظبط لما الرب قال إن أعثرتك عينك فاقلعها. فالرب لا يتكلم أعتقد حرفيا، لكن بيتكلم على مبدأ إزاي المؤمن يسمو ويترفع ويسامح من أساء إليه. والمسيح لما لطم قال للعبد إن كنت قد تكلمت راضيا فاشهد عن الراضي، وإن كان حسنا فلماذا تلطمني؟ فما كانش يقصد الرب حرفيا إن هو يدي خده للتاني. يعني إذا لم تكن هذه حرفية يبقى المقصود منها أني لا أتعامل بالمثل، يعني نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا. وطبعا والبادي أصلا لا، ده إحنا عندنا مبدأ مختلف شوية، إن حتى اللي يسيء إلي أنا سأظهر له منتهى اللطف والتسامح. وده زي ما بيقول إن جاع عدوك أطعمه، إن عطش فاسقه، إن فعلت ذلك تجمع جمر نار على رأسي. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير.
يعني ما فيش أعظم من سيدنا وحبيبنا هو على الصليب، مش واحد لطمه يعني زي ما قال عنه في مزمور 22 أو قال عن نفسه: أحاطت بي ثيران أقوياء بشان، اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي. لكن هو على الصليب بيعملوا في كل دوت ويرفع قلبه للآب ويقول له: اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وقلدوا استفانوس لما قال للرب: لا تقم لهم هذه الخطية. الأربع حاجات اللي حضرتك قلتها خالية بتكلم على واحد جاي بغدر، ممكن الأولانية، واحد التاني راس براس بيتخانق معاك عشان ياخد توبك، واحد تالت هو الأكبر بيسخرك، واحد رابع هو الأصغر بيطلب منك. ففي كل الحالات كانوا عايز يقولك في كل الحالات أنت الأقوى أنت الأضعف، مش لأنك ضعيف، لكن في كل الحالات أنت الأقوى أنت الأضعف، مطلوب منك أن يكون دوت موقفك. أنا بعتقد في التانية كمان يا أخ عصام، من أراد أن يخصمك ويأخذ ثوبك، يعني اللي بيلطمني ده بيتعدى علي، ولكن اللي بياخد الثوب دوت ده حقي، تعدى على ممتلكاتك، تعدى على ممتلكاتي. ما ضحيش بالثوب، وعندي حتى في الشريعة بيقول ما تاخدش الثوب بتاع الراجل غلبان ده عشان هيبات فيه بالليل. لكن حتى كمان لو وصل بيا ان انا اتنازل عن حقي لاجل مجد الرب، ده برضو كويس، زي ما قال الكتاب عن المؤمن الاوائل: قابلوا سلب اموالهم بفرح. في عدد 41 كمان التنازل عن الحرية، لأن في واحد بيسخرني وده ضد مشيئتي وضد إرادتي، لكن من سخر كميلا واحدا فذهب معه اثنين. المستوى الرابع بقى التنازل عن الملكية، فمن سألك فأعطيه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. ممكن نقول الأربع مستويات: لا نقاوم الاعتداء على الجسد، ولا نقاوم الاعتداء على الممتلكات، ولا نقاوم الاعتداء على الحريات، ولا نقاوم الاعتداء على الملكية. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أعتقد أن الآيات دي من أروع الآيات اللي ممكن أذان بشرية تسمعها، وأعتقد أن الآيات دي حيرت الناس كلها، والناس زي ما كتير قوي من حتى من خلفيات غير مسيحية صدموا لما ابتدوا يقروا إنجيل متى ووصلوا إلى الأجزاء دي. وزي ما واحد قال لي مرة، قال لي: أنت لو عايز تقدم إنجيل لواحد غير مسيحي يستحسن تقدم إنجيل متى. سألته ليه؟ قال لي: علشان أول ما هيبتدي بعد 3-4 صفحات هيصدم بهذا المستوى الأخلاقي العالي والأسوة الحسنة والموديل أو النموذج للأخلاقيات الحميدة اللي الناس بتطلبها. الكيرف يعلى قوي لغاية ما يصل إلى عدد 43 في أصحاح 5، لما الرب بيتكلم: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول، وبيتكلم عن محبة الأعداء وإن احنا نبارك اللي بيلعنونا ونحسن إلى مبغضينا. في عدد 43 مقولة هم بيقولوا بس مش عارف جابوها إزاي، لأن جابوا جزء من العهد القديم حذفوا منه جزء وأضافوا إليه حاجة، وده التكتيك بتاع الحية من أيام جنة عدن، الحذف والإضافة لكلمة الله، وده التكتيك اللي الشيطان مازال لغاية دلوقتي بيستخدمه بس بنجاح غير متوقف. الآية تحب قريبك في لوين 19 عدد 18 هي مكتوبة: تحب قريبك كنفسك. هم شالوا كنفسك فتحبه بس، وده وقعهم في مشكلة
فمثلا في لوقا 10 لما جاء في الرئيس عشان يجرب الرب وقال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية، فالرب قال له ماذا تقرأ، إيه أخبار الناموس، قال له الوصايا تحب قريبك، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. فالمشكلة عند الراجل إن هو من هو قريبي، يعني بعد كل ده لسه ما وصلتوش لتوظيف أو تصنيف لمن هو قريبك بتبحثوا عن الموضوع ده. فهم يعني حذفوا الآية ومش بيطبقوها زي ما الرب عايز، تحب قريبك كنفسك. لكن ما فيش في العهد القديم خالص وتبغض عدوك، هم جابوها يمكن من بعض الأوامر اللي الرب كان بيقولها للشعب القديم بخصوص شعوب الأرض السبعة، بخصوص انتقام ولي الدم من قاتل نفس سهوا، بخصوص عدم التعامل مع الأموريين والشعوب الأرض، لا تصاهرهم، ما تاخدش من بناتهم ولا تديهم بناتك، يمكن لأنه في شريعة بتمنع دخول المؤابيين والعمونين. فهم ترجموها بلغتهم وتبغض عدوك، لكن ما فيش كده عند لحد ولا في العهد القديم في كده. لكن المستوى المسيحي اللي بيرسمه الرب قالوا في كلمات جميلة: أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. أقدر أقول أن الرب قال لهم بعد كده: فأما أنا أقول فأقول لكم، في أربع أفعال: أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. استعملوا القلب للحب، استعملوا الفم للمباركة، استعملوا اليد للإحسان، استعملوا الركب للصلاة. كأنه عايز يقول له شغل كل كيانك عشان لصالح الشخص دوت، وكل ما أنت بذلت نفسك أكتر وكان عندك مغبوط إن هو العطاء، هتعرف تتعامل مع النوعيات الصعبة دي. أحب أضيف وأقول إنه زي ما قال الأخ فايز من شوية، إنه ما فيش ولا مرة الرب قال في العهد القديم إن هو يبغض حد. يعني في نفس الأصحاح اللي الرب قال فيه تحب قريبك، في نفس الأصحاح وصى الرب على الغريب، يعني في لوين 19 وعدد 18 بالتحديد الرب اتكلم وقال إنه لما تحصد حقلك تسيب زوايا الحقل للغريب، الغريب اللي هو مش موجود من شعبك. فالرب حتى في العهد القديم ما قالش إن هو يبغض حد. لكن برضو أضيف حاجة تانية كمان، أساءوا فهم بعض التعبيرات التي في المزامير اللي بيسموها المفسرين مزامير الانتقام، زي مزامير مزمور 69 و109. المزامير ديت لا تتكلم عن العدو الشخصي ليا، لكن تتكلم عن أعداء الرب نفسه. يعني اقتبس عبارة مثلا في سفر القضاء وفي مزمور 68، سفر القضاء صح 5 بيقول عدد 31: هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب. مزمور 69 اللي جه فيه لتصر داره خرابا إلى آخره، قبلها في مزمور 68 عدد 6: إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. مين هم المتمردون؟ الذين يتمردون على الرب. إذن الرب لم يعلم التعليم دوت في العهد القديم. وحلو بقى: أما أنا فأقول لكم، يبتدي بقى مستوى النعمة الجميل ابتداء من القلب الذي يحب، القلب الذي يحب. والمحبة في المسيحية مصدرها القلب. ليه؟ لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. المحبة المسيحية مش مجرد مشاعر وانفعالات، لكن عمل حقيقي بسكنة الروح القدس في القلب. أما ثمر الروح أول واحدة فهو محبة. وبعدين لما القلب بيحب أحبوا أعداءكم، اللسان هيتكلم، فاض قلبي بكلام صالح. اللسان يتكلم لأن القلب فايض، قلب بيحب اللسان يتكلم. ولما اللسان كمان يتكلم: أحبوا أعداءكم، وبعد كده باركوا لعنيكم، واعملوا كمان احسنوا. فمحبة في القلب كلمات البركة، لكن كمان المحبة تمتد إلى العطاء. لا نحب بالكلام واللسان فقط، بل بالعمل والحق. تعليق على ما فيش جت في العهد القديم تبغض عدوك، أقول فيه إنك تحب عدوك، إنك تخدم عدوك. ده في العهد القديم. سيبك من رسالة رومية أصحاح 12، دي واضحة خالص. لكن ماذا يقول في سفر الأمثال 25:21: إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش
فاسقه سما. لا اسقه ماء. الله ده عدوي. ده في العهد القديم طبعا. ماذا عندما ظهر المسيح الذي عمل وعلم؟ يعني زي ما قال الدكتور فايز مستوى راقي. طب ما هو ممكن ناس كتيرة بتتكلم مستوى راقي ما بيعملوش. هل المسيح عمل ده؟ يعني هل المسيح حب أعدائه وبارك لعني وأحسن إلى مبغضيه وصلى لأجل الذين يسيئون إليه؟ بص على إنجيل لوقا، بص هو رايح للصليب، بص لما جاله الخاين يهوذا عشان يقبله، يا صاحب لماذا جئت أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ ماذا عمل مع مالخص اللي طير بطرس ودنه؟ قال ادوني فرصة أعمل آخر معجزة قبل ما أروح للصليب، وهي أني أبرئ أذن العبد مالخص. وماذا فعل عندما علق على الصليب؟ ماذا فعل؟ أول عبارة من السبع عبارات يا أبتا اغفر لهم. فالمستوى راقي، لكن شيء رائع أن المسيح كان يعيش بتعليمه الراقية السامية هذه. الله في العهد القديم، إضافة الكلام حضرتك، مش بس وصى على العدو، لكن ده وصى على الثور بتاع العدو. صحيح. يعني في خروج 23 قال له إذا صدفت ثورة عدوك واقع في بير ولا حاجة اوعى تعدي وتسيبه، لكن كمان إلهنا إله كل نعمة. صحيح. حتى في العهد القديم، لكن فساد قلب الإنسان هو اللي دايما يشتكي على الله. صحيح. يشجعهم بثلاث حاجات يعملوا كده ليه؟ نمرة واحد، عشان يكونوا زي أبيهم اللي في السماوات. أنت هتقول له، هتتعلم تقول له أبانا الذي في السماوات، هتتعلم تقول له أنت أبويا. فأبسط شيء أنك تظهر السمات بتاع هذا الأب. ولا سيما أنه قبلها قال فيرى أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. حاجة تانية، الأجر والفضل، المكافأة من عند الرب. يقول لهم إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ يبقى الإجابة من ناحية تانية، لما محب اللي مش بحبه في مكافأة من عند الرب بتشجع على كده. حاجة التالتة، هو ده السعي نحو الكمال، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كلمة فضل كلمة يعني مهمة قوي في الكتاب، هي تعني أن المطلوب مش المألوف والشائع اللي كل الناس بتعمله، لأنها متكررة كتير قوي. إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم، إن كنتم تسلمون على الذين يسلمون عليكم فأي فضل لكم، إن كنتم تقرضون في لوقا 6 وأنتم ترجون أن تستردوا إيه الفضل فيها؟ في لوقا 17 يقول السيد لما يأتي من الحقل ويجيب العبد بتاعه يأكله ويشربه ويغسله دي، وبعدين يقول له بأكل أنت، طب إيه الفضل فيها؟ الرسول بطرس بيقول إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون فأي فضل لكم، لكن إن كنتم تتألمون عاملين الخير فهذا فضل. فالفضل هو إن نعمل حاجة غير متوقعة من أي إنسان طبيعي، وهو ده المطلوب. المرأة الفاضلة لما نقرأ عن مسؤوليتها في أمثال 31، مش بس اللي بتعمله أي واحدة ست ولا أي واحدة ست مؤمنة، لا دي مستوى عالي قوي. فالمطلوب من تلاميذ الرب المستوى العالي ده اللي هو يمثل الفضل، بيعلينا عن مستوى كل الناس بتعمل كده. لكي تكونوا أبناء أبيكم. بس أحب أوضح أن مش عندما نفعل ذلك نصبح أولادا لله، لكن نثبت ونبرهن أننا أولاد الله. يعني إزاي أبقى ابن لله؟ يقول لنا في يوحنا 1، يقول لنا الذين ولدوا ليس من دم ولا جسدية ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. الريح تهب حيث تشاء، ودي شغلة الله. لكن عشان أقول إن أنا ابن لله وأنا بتصرف تماما عكس الله، كيف يستقيم هذا مع ذلك؟ تشبه إلى حد ما كورنثوس الثانية 6 لما يقول اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وتكونون لي بنين وبنات. مش لو انعزلت عن الخطاط أنا حبقى بالطريقة دي ابن لله، لكن سأبرهن بسلوكي وتصرفي أن أنا واحد من أولاد الله. برضو تشبه أفسس 5:1. نعم. نحن نتمثل بالله كأولاد أحباء. لكن توجهنا المفروض يكون في الصلاة لتكون مشيئتك. بواحدة فتاة مخطوبة عمالة تصلي يا رب اديني عيال. الرب وجه أنظار التلاميذ إلى مجيء الروح القدس. محامي واقف قدام الملك صلى، شاف الملك إنه صلى؟ ما أعتقدش. عزيز المشاهد، القائد الإنجليزي الشهير الفيلد مونتجومري قال لهيئة أركان حربه: أيها السادة، إني أقرأ الكتاب كل يوم
وأدعوكم لتقرأوا الكتاب المقدس كل يوم. وأنا أيضاً أضم صوتي مع هذا القائد الإنجليزي الشهير، بل مع معلم المعلمين الذي قال لليهود في يومه: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. برنامج فاحصين الكتب فيه ندرس هذا الكتاب العظيم، كتاب الكتب، الكتاب المقدس.